أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم ما اخترنا لكم من عناوين. في العربة اللندنية مقتدى الصدر ينقض قراره بمقاطعة الانتخابات متذرعا بإنقاذ العراق من الفساد. في الزمان اشتداد المنافسة الانتخابية بين الكتل الكبيرة بعد رجوع الصدر عن قرار المقاطعة. في القدس العربي مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يعقد اليوم وإجراءات أمنية مشددة. في العربية الجديد العراق الخنادق والطائرات المسيرة لا توقف الهجمات على أبراج الكهرباء. في البيان الإماراتية ميقاتي يقول إن الأمور خطيرة ولبنان يواجه خطر الانهيار. في الشرق الأوسط ضربة أمريكية تستهدف عضوا يتولى التخطيط لتنظيم داعش في أفغانستان. وفي الخليج الإماراتية الناتو يعلن استمرار الإجلاء من مطار كابول وطالبان تعزز إجراءاتها الأمنية في محيطه. على الرغم من أن اسم المؤتمر المزمع عقده اليوم السبت في بغداد هو مؤتمر الجوار العراقي، إلا أن المؤتمر وكما يبدو من الدعوات المقدمة للدول المفترض حضورها سيكون مؤتمرا دوليا، وقد جرى تغيير اسمه لاحقا إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. جاسم الشمري يتساءل في موقع عربي 21، ما هي الغاية من هذا المؤتمر؟ وهل يسعى المؤتمرون لترتيب البيت العراقي أم لتنضيد الأوراق المبعثرة بين بعض دول المؤتمر؟ ثم هل يملك العراق المرهق القدرة على لعب هذا الدور الحيوي والمحوري في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية وتنظيم كافة الملفات العالقة في المنطقة؟ وهل ستنجح حكومة مصطفى الكاظمي في إذابة الجليد الصلب في علاقات بعض دول المؤتمر؟ ولا ندري مثلا كيف يمكن الجمع بين السعودية وإيران أو بين واشنطن وطهران في مكان واحد وغيرهم من الأطراف المتناحرة، ولا نفهم كيف سيتم ترتيب بروتوكولات اللقاءات بين الدول المتخاصمة، وهل ستكون بلا مصافحات أو حوارات جانبية أو ثنائية، أم أن المؤتمر سيكون مجرد فعالية سياسية لدعم رئيس حكومة بغداد للبقاء في منصبه بعد الانتخابات المقبلة؟ أم أن المؤتمر يهدف لترتيب أوراق العراق لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي المرتقب من بغداد على غرار الحالة الأفغانية؟ ومع هذه الربكة التنفيذية والسياسية والإدارية نتساءل كيف يمكن لبغداد ترتيب هذا المؤتمر الحيوي وهي التي تعاني من تناقضات وأوضاع غير صحية في الملفات الأمنية والسياسية والدبلوماسية والتنفيذية؟ أما الحديث عن إمكانية ترتيب استثمارات عربية وأجنبية في العراق فهذا الكلام ضرب من الخيال، لأن النقطة الأبرز وهي الأمن مفقودة في الشارع العراقي، فكيف تتشجع الشركات العالمية على إقحام نفسها في مستنقع العراق؟ الكاتب يضيف أنه مع التأكيدات الرسمية الصريحة والقريبة ومن شركاء الكاظمي أنفسهم بالفشل في بناء الدولة والديمقراطية، وكذلك مع التداخل في ترتيب العمل والقرار التنفيذي والسيادي والدبلوماسي، كيف يمكن لحكومة بغداد ترتيب مثل هذا المؤتمر الحيوي والحساس؟ الآن إلى مقال آخر عن مؤتمر بغداد ودبلوماسية العلاقات العامة. كتب يحيى الكوبيسي مقالا في صحيفة القدس العربي يقول فيه إن السؤال المركزي هو هل يمكن التعويل على هكذا مؤتمر في إنتاج التعاون وشراكة في سياق صراع الخنادق الذي يحكم المنطقة وسياق التقاطعات الحادة بين دول الإقليم حول القضايا المختلفة، أم أن المؤتمر لن يكون سوى حفلة علاقات عامة لن تزيد مخرجاته عن مجموعة من الصور والأخبار والآمال الزائفة؟
في أذار عام 2012 استقبلت بغداد مؤتمر القمة العربية 23، وقد وصف رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي تلك القمة بأنها إنجاز تاريخي سيساهم في استعادة العراق لدوره المؤثر في المنطقة. وفي شباط عام 2018 عقد مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، وصرح حينها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي: إننا اليوم نرسخ مفهوم أن العراق جسر للتلاقي وليس ساحة للصراع. لكن مؤتمر قمة بغداد فشل في أن يتحول إلى إنجاز تاريخي، كما فشل مؤتمر الكويت في أن يتحول بالعراق إلى جسر للتلاقي، وهو ما يجعلنا على يقين أن مؤتمر بغداد الإقليمي عام 2021 لن يختلف عنهما لأسباب موضوعية مستحكمة إلى اليوم، وهي أن العراق لم ينجح حتى اللحظة في تحديد موقعه ودوره بسبب الانقسام المجتمعي الحاد وبسبب الصراع السياسي المتجدد مع كل حدث داخلي وخارجي، واشتراطات الدولة الموازية التي أصبحت فاعلاً قسرياً في صياغة القرار السياسي. لقد فشلت الدولة العراقية بعد عام 2003 في صياغة استراتيجية للعلاقات الخارجية تحظى باتفاق الحد الأدنى بين الفرقاء المختلفين، وكان الانقسام حاضراً في كل أزمة مرت بها المنطقة بسبب تحكم مصالح الهويات الفرعية للفاعلين السياسيين القومية والمذهبية التي تحدد طبيعة مواقفها من هذه الأزمات بعيداً عن أي منطق للدولة. الكاتب يرى أنه في ظل هذه الحقائق لن يكون مؤتمر بغداد المرتقب سوى لقاء علاقات عامة، ولن ينجح في أن يعيد للعراق دوره الإقليمي والدولي بسبب عدم الاتفاق الداخلي على طبيعة هذا الدور بين الفرقاء المختلفين أصلاً، ولن ينجح في أن يقنع دول الإقليم المختلفة فضلاً عن المجتمع الدولي في التعاطي بجدية مع التعاون والشراكة معه. الآن إلى مقال آخر، حيث قالت صحيفة العربية الجديد أن ضغوط الميليشيات الموالية لإيران أوقف نقل مهجرين عراقيين من مخيم الهول في سوريا إلى نينوى. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر سياسية عراقية في بغداد قولها إن الحكومة في بغداد أوقفت برنامج نقل الأسر العراقية الموجودة في مخيم الهول إلى داخل العراق بشكل مفاجئ بعد وصول دفعة أولى في أيار الماضي. وفقاً للمصادر فإن السبب يعود إلى ضغوط مارستها قوى سياسية وفصائل مسلحة على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في هذا الخصوص، إذ تعتبر هذه الفصائل أن عملية نقل هذه الأسر تجري بناء على رغبة أمريكية وتحت غطاء أممي، وذلك ضمن المناكفات الجارية بين تلك القوى والولايات المتحدة وتوجهاتها في البلاد. لكن عادة ما يتم تبرير الرفض بعناوين أخرى، من بينها أن هؤلاء العائدين يمثلون خطراً أمنياً على اعتبار أن كثيراً منهم من عوائل تورط أفراد منها بالعمل مع تنظيم داعش. وكانت الحكومة العراقية قد نقلت في أيار الماضي 94 أسرة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى. وأكدت الحكومة والسلطات الأمنية وقتها أنها دققت أسماء من تم نقلهم وليس لديهم أي مشاكل متعلقة بالإرهاب، إلا أن ذلك لم يقنع الفصائل المسلحة والقوى السياسية الحليفة لطهران، والتي ظلت تحرض على رفض إكمال عمليات النقل، ووصفت العائدين والمنوي عائلتهم بأنهم قنابل موقوتة. وأضاف المصدر أن جماعات مسلحة موالية لطهران تنتشر في مناطق عدة من نينوى، أرسلت تهديدات عدة للحكومة تسببت بتوقف خطط استقبال الدفعة الثانية، وهي عبارة عن نحو 100 عائلة جرى تدقيقها أمنيا وكان من المقرر نقلها إلى مخيم الجدع. صحيفة العربية الجديدة أشارت أيضا إلى أنه وفق إحصاءات سابقة يوجد نحو 30,000 عراقي في مخيم الهول، أغلبهم نساء وأطفال وكبار سن، قسم كبير منهم نزح إلى سوريا من المدن العراقية الحدودية بقصد الانتقال من هناك إلى تركيا، أو أجبرهم تنظيم داعش على التحرك من المناطق التي خسرها إلى أخرى في مدن سوريا. في مقال آخر جاء فيه، اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية الهجمات التي جرت في محيط مطار كابول أول أمس الأخطر ضد قواتها منذ سقوط مروحية في هذا الشهر نفسه من العام 2011، وليست مصادفة أبداً أن طالبان في ذلك العام قبل 10 سنوات قد خرجت من معاقلها القوية واقتربت من حدود العاصمة كابول. صحيفة القدس العربي تقول في افتتاحيتها إن الإدارة الأمريكية لا تريد التعلم من دروس أفغانستان والعراق.
بهذا المعنى فإن الإدارات السياسية والأمريكية والأمريكية كانت مستمرة في ارتكاب الخطيئة نفسها التي اضطرت للإقرار بها مجبرة لاحقا، وأنها بعد أن دفعت الشعب الأفغاني أكلافا هائلة وخسرت بدورها هي وحلفاؤها آلاف الجنود ومئات المليارات، قررت الانسحاب بكلفة إضافية من الإهانة كي تتعرض أيضا لضربة عسكرية كبيرة. توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته إلى مأزق جديد قد يدفعه لأعمال عسكرية لا يعلم أحد متى تنتهي. مفيد التذكير تاريخيا أن تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان الذي قام بالهجمات الأخيرة على المدنيين وعلى الجنود الأمريكيين وعلى عناصر حركة طالبان لم يكن موجودا حينها، وأنه بدأ بالظهور عام 2013. يمكن أيضا من دون افتئات كبير تحميل مسؤولية ذلك للسياسات الأمريكية التي قررت ردا على هجمات 11 من أيلول سبتمبر عام 2001 احتلال أفغانستان ثم العراق، حيث قامت عمليا بهندسة العراق إلى صورة أفغانستان، وبعد الإنجاز الذي قامت به في تشكيل نخبة سياسية عراقية جاهزة للحكم ومرتبطة بها وتحضير أشباه عراقيين لحامد كرزاي. لقد أدت مضاعفات احتلال أمريكا للعراق إلى فتح الأبواب لنشوء تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على الموصل بعملية خاطفة ثم استولى على أجزاء كبيرة من سوريا. الصحيفة تضيف أنه من المدهش أنه بعد هذا السياق التاريخي المرعب وبسبب العملية الأخيرة فيما تتجهز الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء عمليات الإجلاء، أن يقوم خبراء أمريكيون بمطالبة إدارة بايدن بالانتقام من طالبان حتى لو لم تنفذ هي الهجوم، وهو باختصار استعادة للسيناريوهات الأمريكية التي قادت إلى كل هذا الجحيم الذي سنعاين ولفترة طويلة أثاره في أفغانستان والعراق. وصف الكاتب ديفيد إيغانتيوس في مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية حالة الصدمة والحزن والرعب في البيت الأبيض بعد التفجير في مطار كابول الذي أسفر عن مقتل 13 جندياً أمريكياً وإصابة 18 آخرين. وقال الكاتب إن الهجوم صعق إدارة بايدن، وهذا راجع جزئياً لتلقي المسؤولين معلومات مفصلة وتقارير استخباراتية حذرت من احتمال هجوم كهذا، ولم تكن مع ذلك قادرة على منع يوم دموي للقوات الأمريكية لم ترى مثله منذ سنوات. تلقى البيت الأبيض يوم الأربعاء التقارير الاستخباراتية عن هجوم منسق ومتعدد على مطار كابول من عناصر تنظيم الدولة ولاية خراسان، وكافح المسؤولون لمنعها لكن بدون نجاح. وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية قبل ساعات من الهجومين الأمريكيين ودعتهم إلى الابتعاد عن مداخل المطار، إلا أن المسؤولين الأمريكيين كانت تنقصهم المعلومات الاستخباراتية لوقف المهاجمين في الفوضى التي كانت تحيط بالمطار. وحاول المسؤولون الأمريكيون الحصول على مساعدة من طالبان لكن المطار لم يكن موقعا يمكن الدفاع عنه. لقد فتحت كارثة كابول المجال أمام توجيه أصابع اللوم والتخمين حول تجانس إدارة بايدن، فقد اتبع الجيش أوامر بايدن بسحب القوات سريعا من أفغانستان حيث سلم القادة وخرجت معظم القوات في بداية تموز يوليو، إلا أن البنتاغون ترد بأن الجدول الزمني قد تم إقراره بوضوح وصادق عليه البيت الأبيض. ويشكو بعض المسؤولين من أن وزارة الخارجية فشلت في تخفيض عدد الموظفين بالسفارة أو التحضير المبكر للتأشيرات لألاف المدنيين الأفغان بشكل مبكر، وفي الوقت الذي حذرت فيه CIA من عدم استقرار الحكومة الأفغانية وأنها قد لا تستمر. الكاتب في صحيفة واشنطن بوست ديفيد إيغانتيوس يشير أيضا إلى أنه حتى المتشائمين كانوا يعتقدون أن كابول ستظل ولن تسقط قبل تشرين الأول أو تشرين الثاني. وقد حاول بايدن إظهار التصميم على إنهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ولكن من المؤكد أن الجميع سيلام عندما تكتب كتب التاريخ. إلى آخر المقالات بحوزتنا في هذا اليوم، وفي مطلعه جاء: هل أدركت طهران أن اللحظة الحاضرة هي الوقت القيم الذي يسمح لها بالانطلاق في برنامجها النووي، لا سيما في ظل حالة الفوضى الإقليمية والارتباك الأمريكي الواضح للعيان؟ إيميل أمين يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن طهران تدرك أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن يكاد يكون بين المطرقة والسندان،
اطلقت أفغانستان من الخارج وسندان الفيروس المتحور دلتا من الداخل وما بينهما لا تبدو مساحة الحركة التي يتمتع بها في مواجهة تطورات مشهد البرنامج النووي الإيراني واسعة. من بين أفضل العقول التي استشرفت أبعاد الموقف الإيراني في المدى الزمني القريب أندريا سترايكر، الباحثة المتخصصة في معهد الدفاع عن الديمقراطيات، التي اعتبرت أن الانسحاب من أفغانستان والعراق سيدفع طهران إلى إعادة النظر في خياراتها النووية. فبفقدان واشنطن عزمها على مواجهة خصومها في جنوب آسيا والشرق الأوسط، ستعتبر طهران أنه ليس هناك وقت أفضل لامتلاك سلاح نووي. عدة ملامح ومعالم تدفع طهران في طريق الفوقية الإمبريالية وتجعلها تغامر بالمضي قدما في طريق إنتاج سلاحها النووي من غير خجل أو وجل. وفي المقدمة يأتي تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان بشكل يخيف، ففي وقت كتابة هذه السطور كان تفجيران قد جرت بهما المقادير في محيط مطار كابول، ما سيدفع بقية القوات الأمريكية للانسحاب السريع بنهاية الشهر. يدرك الملال اليوم أن الظرف الزمني الذي دفع واشنطن إلى غزو العراق عام 2003 وأدى إلى إيقاف الخطوات الإيرانية المتسارعة لحيازة السلاح النووي غير متوافر لأسباب كثيرة، ذلك أنه قبل عقدين تقريبا لم تكن موسكو قد استعادت مقدرتها على الحركة على خريطة الشطرنج الإدراكية الأممية، كما أن الصين وقتها كانت تتستر وراء السعي الاقتصادي ومفاهيم الربح المادي ومن غير إعطاء أي إشارات عن أحلامها الإمبراطورية القادمة. الكاتب المصري ميلامين يقول في ختام مقاله إنه من هذا المنطلق يتضاءل إلى حد إغلاق نافذة الفرصة إنفاق واشنطن مواردها البشرية أو المالية في مغامرات عسكرية خارجية وهي التي أضناها فيروس كورونا طوال عامين. طور فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة ستانفورد بطاريات قابلة لإعادة الشحن يمكنها تخزين ما يصل إلى 6 أضعاف الشحنة من البطاريات المتاحة حاليا في الأسواق، ويمكن للبطارية الجديدة أن توفر طاقة كافية لتشغيل الجوال أسبوعا كاملا، إضافة إلى زيادة مقدار الطاقة المخزونة في السيارات الكهربائية، مما يعني قطعها لمسافات أكبر قبل أن تحتاج إلى الشحن مرة أخرى. ويرى باحثون أن السبب في عدم ابتكار أي شخص لبطارية عالية الأداء قابلة لإعادة الشحن من الصوديوم والكلور أو بطارية ليثيوم كلور هو أن الكلور شديد التفاعل ويصعب تحويله مرة أخرى إلى وضعه الأصلي بكفاءة عالية. وقال الباحثون: لم نكن نعتقد أن ذلك ممكناً، لقد استغرق الأمر منا حوالي عام على الأقل لندرك حقا ما كان يحدث. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة صدى الأقلام. دائما ظلوا في رعاية الله.